يعرف سوق العمل انتعاشا كبيرا بالنظر للحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد، ما دفع 50% من المؤسسات لوضع خطط للتوظيف بداية من السنة القادمة. وإحنا متفائلين بزاف على خطر فلي طرحنا لهم هذا السؤال، حوالي 250 شركة 52% منهم راهم يترقبوا زيادة عدد العمال العام الجاي. صديقك راح يكون سوق العمل يزيد ديناميكية ويخلق هكذا سوق دو موبيليتي، يعني هذا شيء جد إيجابي لسوق العمل العام الجاي إن شاء الله. التكوين أحد الجسور للربط بين المؤسسات وطالبي العمل، بما يحقق القيمة المضافة التي تطلبها المؤسسة الموظفة وسوق الشغل بصفة عامة. دونك احنا لو رول ديالنا سي سا، دونك حنا راح نحضروهم ونوجدوهم باش يروحوا يتريكريتاو، سي سا. حتى نديرو لهم ميم دي سيمينار باش نديرو لهم كيفاش يوجدوا لي سي في ديالهم، كيفاش يديروا لونتروتيان، نديرو لهم الجانب التطبيقي في تو سكي براتيك. حاب يقول واحد اللي يتخرج من الجامعه راح يلقى عندنا تكوينات اللي تساعدوا باش يروح يحوس على خدمه وباش يتريكريتا بلي فاسيلمون. وتعد الرقمنة من القطاعات التي تركز عليها المؤسسات لتطوير نفسها باعتبارها تقدم القيمة المضافة اقتصاديا. إذن احنا واش درنا؟ انا كري توت اون ستركتور كي سابيل ديجيتاليزاسيون لا ترانسفورماسيون ديجيتال باردون لا ترانسفورماسيون ديجيتال ال فا توشي تو لي دومين. دونك واش درنا؟ استقطبنا كفاءات خاصه في المجال هذايا، كوننا كفاءات داخليه. دونك انا بو ريكلاسي دي جون دي انفورماتيسيان، اون لي انفوي ان فورماسيون بور اكيرير سيت نوفيل فيزيون، سيت نوفيل ميز ان بلاس، اي بور ابورتي سو بلوس لا بور اكومباني سيت ترانسفورماسيون ديجيتال دو لونتربريز. عروض العمل التي جمعتها وكالة أمبلواتيك سجلت زيادة بنسبة 29% السنة الماضية، مما يمثل مؤشرا لانتعاش النشاط الاقتصادي في الجزائر. وتتطابق هذه الزيادة مع التوقعات التي تضمنها التقرير آفاق التوظيف الذي أعدته هذه الوكالة مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.